مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الرئيسية شو صار. اليوم رح نحكي عن الفتوى التي أصدرها المجلس السوري الإسلامي حول الزواج أو زواج اللاجئ السوري المسلم من فتيات البلدان المضيفة. نعم، تقول الفتوى الجديدة أنه يمنع على اللاجئ السوري المسلم الزواج من فتاة من دين آخر، وذلك تجنبا لتربية الأولاد تربية غير مسلمة. نعم، ورغم عدم وجود أحصائيات حول زواج اللاجئين السوريين من أجنبيات، مع ذلك أثارت هذه الفتوى نقاشات وردود فعل عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. البعض اعترض على لغة الفتوى، وهناك من وصفها بأنها بعيدة عن حياة اللاجئين. صحيح، عن فتوى المجلس الإسلامي السوري حول الزواج وعن أسباب صدورها الآن، وما الذي يعكسه مضمون الفتوى على مستوى الإسلام السوري اليومي، هو ما سيكون موضوعنا لليوم بعد هذا التقرير. الحمد لله رب العالمين. بشيء من الغرابة والحيرة، عبر عدد كبير من السوريين على صفحات التواصل حيال الفتوى الأخيرة التي أصدرها المجلس الإسلامي السوري في إسطنبول. وتقول الفتوى الجديدة إن على الشاب اللاجئ السوري في البلاد غير المسلمة أو في ديار الكفر، وفق تعبير بيان الفتوى، عدم الزواج من فتاة من ديانة أخرى، وذلك خوفاً من تربية الأولاد على غير دين الإسلام، ولأن البلدان الأوروبية لا تسمح للأب بالسيطرة على مصير الزوجة والعائلة كما تفرضها بعض القوانين في سوريا والعالم العربي. ورغم أنه لا توجد إحصائيات حول عدد اللاجئين الذين تزوجوا في الآونة الأخيرة من البلدان المضيفة، وقد لا تكون ظاهرة منتشرة بين هذه الأوساط، فإن ردود الفعل التي صاحبت هذه الفتوى لم تأتي من أوساط اللاجئين، بل شملت كل الشرائح السورية. مكمن الخلاف في هذه الفتوى جاء من باب أنها لا تتوافق مع الواقع الذي يعيشه اللاجئون، كما أن لغتها ومنطقها باتا بعيدين عن الإسلام اليومي السوري وفتاويه، والتي لطالما عرف بالقرب من الواقع وتبدلاته. صيغة المنع وتكرار ألفاظ مثل فتاة كتابية أو ديار الكفر أكثر ما لفت النظر في صياغة الفتوى. البعض فسر هذا الأمر بوصفه يعكس حالة التحولات التي أخذ يعيشها العلماء خارج البلاد، حالة الارتحال والعيش في المنفى والانقطاع عن البيئة المحلية ومشاغلها اليومية، كلها عوامل أدت وفقاً للبعض إلى جمود الخطاب الديني التقليدي في سوريا بعيد الحرب. إذن ما أسباب صدور هذه الفتوى الآن؟ وما الذي يعكسه مضمونها ومفرداتها على مستوى الإسلام في سوريا وعلى مستوى فقه الواقع؟ وهل تخدم هذه الفتوى اللاجئين الذين يبحثون عن مستقرات لهم في بلاد اللجوء؟ لا نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، بيسعدنا أن نستضيف معنا عبر سكايب من ألمانيا الشيخ عبد الرحمن الحوت، مؤسس المنتدى الإسلامي في ألمانيا، وسينضم إلينا بعد قليل عبر الهاتف الدكتور محمد حبش، مدير مركز الدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا فيكم أكيد. وفي الاستوديو الباحث الاجتماعي صفوان موشلي. مساء الخير. أهلا وسهلا بكم. ضيوفنا الكرام، قبل ما نبدأ حديثنا راح أذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم: هل تؤيد فتوى المجلس الإسلامي السوري بمنع زواج سوري المسلم من فتاة كتابيا كانت مسيحية أو يهودية؟ بانتظار تعليقاتكم وإجاباتكم على هذا السؤال على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. بدي أبدأ معك شيخ عبد الرحمن، مساء الخير. مساء الخير، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. شيخ، شو تعليقكم على الفتوى، خاصة وإنكم بألمانيا ونحن بنعرف أنه شهدت عدد كبير من اللاجئين السوريين إليها؟ بداية يعني أنا أشكركم على هذا الاهتمام لطرح هذه المواضيع التي تخص الجالي المسلم عموما في الغرب أو السوريين بشكل خاص. للأسف كما يعني سمعنا وشاهدنا، تلقينا هذه الفتوى باستغراب شديد، استغراب لعدة أسباب، أولها أن الجهة التي صدرت عنها هذه الفتوى هي بعيدة كل البعد عن واقع الشباب السوري في هذه البلاد،
نحن عندما نتحدث عن فتوى فهذا يعني أن هذه الفتوى يجب أن تبنى بناء علمي أو فقهي أصولي بشكل خاص. هذه الفتوى للأسف لو يعني كما الآن أورد التقرير فيها كثير من التعميم في صياغتها وفي المبررات التي بنيت عليها هذه الفتوى أو لنقل هذا المنع، لأن الفتوى جاءت صيغة المنع يمنع منعا كما يعني في البيان. نعم. المنع هل يعني هن تاركين جواب للموضوع أنه جواز ممكن أو لا؟ ما هي الصيغة الأصلية يعني برأيك؟ لا، الصيغة التي وردت في البيان أنه يمنع الزواج المسلم من الكتابية يعني. في بلدها. نعم، الصيغة بعمومها هكذا وردت، ويعني أيضا في عبارة وضع تحتها خط أنه كما كان المنع في الماضي فالمنع في الحاضر هو أشد. وهذا بحد ذاته ولو يعني نظرنا إلى هذا الخط أو هذه الجملة التي وضع تحتها خط لو نظرنا إليها فهذا هو بتقديري أنا وبرأيي الشخصي هذا هو عين الجمود. أننا ما زلنا حتى الآن نعيش في عصر آخر بعيد عن عصرنا، ما زلنا نقرأ الواقع أو الفقه بأعين قديمة كل القدم، ما زلنا نستورد أنا على لغة الاستيراد، وهذا أيضا من ضمن الأشياء التي وقعت فيها الفتوى، ما زلنا نستورد فتاوى من دول أخرى. لكل مجتمع خصوصيته، لكل مجتمع واقعه، يجب أن تصدر الفتوى من المجتمع ومن واقع الناس ومن حالهم. نعم. لو يعني الآن فصلنا بهذا المضمون أنا بدي أنتقل لضيفي بالاستديو الأستاذ صوفان من الناحية الاجتماعية، برأيك قديش هذه الفتوى قريبة من واقع اللاجئ السوري في أوروبا بشكل عام؟ بعيدة كل البعد، ولكن مشان ما نظلم هيئة الإفتاء حاولوا أنه أنا حسب ما قريت النص تبعه ما قالوا حرام أول شيء تماما، أنا هذا كان سؤالي أنه ما هو وجوب المنع ممنوع يعني. على الأغلب هيك النص إجا على الأغلب يعني تركوا الباب موارب تمام. لأنه ما في حدا موجود ده وما تسنى لنا أنه كان يفضل أنه يكون حدا معنا من المجلس الإسلامي السوري بس لم يتسنى لنا أساسا أنه يكون في حدا موجود. أنا عم بقرأ النص ما بعرف الأخ الحوت الشيخ الحوت قال إنه سبب الخلل جاي من إنه هذه فتوى لجغرافيا مختلفة والسادة الفقهاء الجدد ما بيعرفوا ظروف جاليتنا بألمانيا. أنا برأيي مو هذه المشكلة، المشكلة الفتوى كلها من زمان مختلف من أرضية اجتماعية مختلفة. يعني عم يفترض أول شيء الهيئة عم تفترض أنه نحن عايشين بعصر هارون الرشيد، الدولة الإسلامية فاصلة العالم لقسمين دار كفر ودار إيمان، وبالتالي هو عم يقول ما بيصير المسلم يتجوز كتابية بدار الكفر يخشى عليه من واحد اثنين ثلاثة. هذا الحكي ما عادوا موجود، أصبح عالم افتراضي مثل عالم ألعاب العالم الافتراضي تبع ألعاب الأطفال. وينو ليش برأيك لأنه من الدنيا ما عاد هيك مقسومة، هلأ في أمم متحدة ودولة قومية ودولة هذا كل مفهوم دار الكفر ودار الإيمان هو مفهوم تقسيم علاقات الإمبراطوريات الإسلامية مع جوارها، هذا شيء صار وراء تاريخي. الناس اللي ممكن أنها تكون مع هذه الفتوى هن متواجدين بأوروبا، شو انعكاسه اجتماعيا على المتواجدين هناك واللي هن أساسا معه؟ يمكن سمعنا بعض التعليقات أساسا من الشباب اللي وافقوا. ما رح يأخذوا بهذه الفتوى لسبب كتير بسيط، إنه اللي الأسباب اللي عم تقول الفتوى إنه مشان تم صياغتها موضوع الولاية على المرأة والأسرة. طيب ما الولاية، هذا مفهوم الولاية هو مفهوم تاريخي كان موجود بفترة موجود الولاية في المجتمع السوري، موجود ولاية الرجل على المرأة ولكن مو موجود بألمانيا. حتى بالمجتمع السوري مو موجود الولاية، في علاقات بتحدد علاقة، في قوانين بتحدد علاقة رب الأسرة بزوجته وأولاده وأطفاله الذكور والإناث وإيمت بده ينفق عليهم وإيمت لا، وهذا كله عم تحدده قوانين
اللي هو هي قوانين مدنية نعم. مسترشدة بالفقه الإسلامي أوكي نعم. ولكن حتى بالعالم بالدول الإسلامية هذا الموضوع ما نو بالصيغة الفقهية. الفقهية الصيغة الفقهية اللي قريناها عم تستلهم عصر آخر. نعم مكملين معك بهذا الحوار. بس بدي رحب بالدكتور محمد عحبش انضمنا هلا عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. مساء النور. أهلا. بدي أعرف تعليقكم على هذه الفتوى وكم هي قريبة من الواقع برأيك. شكرا لهذه الندوة الجميلة. أهلا وسهلا. هلا من حيث المبدأ الفتوى الحقيقة يعني صادمة بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه يعني هي تثير مسألة أصبحت يعني من البديهيات. وبعدين يعني شأن الفتوى هي أن يعني تيسر على الناس فيما يواجهون من مصاعب، ليس أن تخلق المصاعب فيما قرره الشرع من الرخص والتيسير، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالحقيقة النص على الزواج من غير المسلمة هو نص قرآني واضح لا يوجد فيه أي التباس. وما ورد عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين تشكيكهم في موضوع الزواج، هذا الحقيقة اجتهاد مواجه ومناقض للقرآن. القرآن واضح تماما كان في موضوع الانفتاح على أهل الكتاب، والهدف منه هو بناء حياة مشتركة، الهدف منه هو مساعدة هؤلاء الناس على أن يعني يندمجوا في مجتمعات هم يحتاجون فيها لهذا النوع من الزواج. للأسف يعني لم نكن يعني أحوج لهذا اللون من الزواج منا في هذا الزمان. يعني هذا الوقت هو اللي ظهرت فيه عظمة القرآن، وظهرت فيه روحانية القرآن، وظهر فيه عمق الفقه القرآني فيما يتصل بزواج المسلمين من غير المسلمات. فجأة يطل عدد من الشيوخ ويقدمون مبررات غير واقعية على الإطلاق، وأحيانا مبررات وهمية، وأحيانا المبررات هي تلتقي يعني القوانين الغربية تسري على من يتزوج مسلمة أو من يتزوج كتابية، تسري عليه نفس القوانين في الغرب. فإذا كان هذه المخاوف إذن أيضا يجب أن نمنع من زواج المسلم من المسلمة، لأنه نفس المخاوف أنت عايش في دولة غير مسلمة. تماما القانون حيطبق على الجميع هناك. نعم نعم. لذلك أنا أعتقد يعني أن الإخوة المشايخ الحقيقة يعني يتجهون عكس حركة مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة جاءت من أجل أن تخلق فرص للناس ليعيشوا حياة في مجتمع متنوع، وهذه الفرص كانت قليلة جدا في عصر النبوة لأنه كان المجتمع كله مسلم، لكن الآن هي ضرورية، الآن أصبحت من أساسيات الحياة، الآن أصبح لها هذه الحكمة التي نراها في مقاصد الشريعة. في هذه اللحظات يأتي من يسد هذه المقاصد رغم أننا الآن في أشد الحاجة لها. أنا شخصيا لم أفهم أي سبب للاجتهاد في مصادمة النص القرآني الواضح الذي يقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. بدنا تعليق منك دكتور. البعض يعني حكى أو سجل ملاحظات على لغة الفتوى، يعني في كتابيات ديار الكفر وذكرت حضرتك بعض منها، واللي يعني بتعكس أو لا تعكس يعني هاي حالة أو بتعكس حالة التراجع بالخطاب الإسلامي السوري، واللي صار فيه مثلا اعتدال أو فينا نقول انفتاح. تعليقك على هاي على لغة الفتوى على بعض المصطلحات. الحقيقة أيضا يعني الفتوى عموما بالطبع يعني لم تكتب بقلم أهل الاختصاص، والأساتذة الكرام الموجودين في الفتوى الحقيقة معروف منهم عدد قليل، يعني هناك عدد قليل من الأعلام والباقي يبدو أنهم من طلبة الشريعة المحترمين، لكن نحن عم نتحدث عن لغة فقهية. يجب أن يكون واضحا أن الفتوى غير ملزمة والقضاء هو الملزم. الفتوى تصدر من الأفراد، القضاء هو الذي يصدر من الهيئات والحكومات. الفتوى تصدر محتملة، أما القضاء فيصدر حاسما.
هذه الفروق بين الفتوى والقضاء كان يجب أن تكون واضحة، لأن الصيغة التي قدم بها هؤلاء الأساتذة الكرام تحريم زواج المسلم من غير المسلمة في الحقيقة هو اجتهاد في مورد النص واجتهاد في مصادمة النص، ومذهب ومنطق كل هؤلاء الأساتذة الكرام هو منع الاجتهاد في دكتور يعني محمد. والله لو صدر هذا الاجتهاد من ناس معروفين بالتوسع والانفتاح ويعني زي حالاتنا وزي حالات يعني إخواننا بنقول هذا يعني منهجهم، لكن أنتم بالذات أنتم منهجكم منع الاجتهاد في مورد النص وتحريم الاجتهاد في مورد النص. مكملين بتفاصيل الموضوع. بدي أسأل بس الشيخ عبد الرحمن، بتوافق دكتور محمد على لغة الفتوى والمصطلحات التي ذكرت بالفتوى؟ طبعا يعني بكل تأكيد أنا أتفق مع الدكتور محمد، وتحية له على هذه المداخلة الطيبة. إضافة إلى ذلك أضيف فقرة أخرى، أن هذه الفتوى تظهر ضعف الشاب السوري أو الشاب المسلم، تظهر ضعف شخصيته وأنه غير قادر على التأثير في محيطه، وأنه يعني سيفقد شخصيته وسيفقد تأثيره ودينه وهويته عند ذلك. وكان من الأولى أن نحن نعزز هذا الجانب في شبابنا، وأنهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم، قادرين على أن يعيشوا وأن يتكيفوا في أي محيط يصلوا إليه ويؤثروا فيه. ما المانع الآن لو تزوج شاب مثلا سوري من ألمانية وأنتج هذه الأسرة، أنتجت ذرية وأولاد، وهؤلاء الأولاد فيما بعد. هذا هو يعني تطبيق عملي لقول الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، من أهم معاني التعارف في هذه الآية، والتواصل والتلاقح، ومن يكون ذلك من خلال الزواج. نحن الآن لا نتحدث عن مجتمع ذو دين واحد أو ثقافة واحدة أو عرق واحد، وإنما نحن نتحدث عن مجتمع منفتح متعدد الأديان متعدد الثقافات، يحترم لكل إنسان خصوصيته الدينية والثقافية. من يعيش في هذه البلاد يرى هذا الأمر بشكل جلي. نحن كنا نسمع قبل 3 سنوات وأربع سنوات بداية موجة اللجوء، نسمع مثل هذه الفتاوى التي حرمت اللجوء وحرمت الإقامة في الغرب وحرمت الذهاب إلى بلاد الكفر، من أجل بحجة أيضا ومبرر أن ذلك سيؤدي إلى فقدان الدين، فقدان الهوية، ضياع الثقافة. وهذا لو نظرنا إليه وفتشنا إليه بإحصائيات وبأرقام سنجد أن هذا الأمر هو غير موجود. نعم كملي معكم ضيوفنا، ولكن خلونا هلأ نشوف بعض التعليقات على موضوع الفتوى. قرأت أن الإمام الشافعي قام بتغيير الكثير من فتاواه عندما انتقل من مصر إلى العراق لتغير البيئة والثقافة والسياق، مع العلم أن الحديث عن العراق ومصر وكلاهما بلاد مسلمين، في حين أغلب الموقعين على هذه الفتوى لا يعرفون أوروبا أو أمريكا أو بلاد غير المسلمين إلا على الخريطة، ومع ذلك يتجرؤون على الفتوى لموضوع حساس في بيئة لا يعرفونها. جات شيء مضحك، بلاد الكفر استقبلت الناس وأعطت لهم بيوت ورواتب شهرية، وكل هالشيء كفار. والله نحن الكفار ونحن ناكرين الجميل والمعروف. أستاذ صفوان، يعني مثل ما شفنا الملاحظ هو لغة الخوف على الأولاد على الهوية هي طاغية في صياغة هذه الفتوى، ما انعكاس ذلك اجتماعيا؟ هذا الخوف مبرر من حيث انتهاج منهج سد الذرائع اللي انتهجوه الفقهاء، ولكن غير ما راح يصمد على الأرض. وهي دعوة لأنه جاليتنا تتحول إلى جيتويات منعزلة، وهذا بيؤدي إلى النظر إلى على أنه في عندها مشكلة، وبتشكل خطورة على المجتمعات المضيفة. وهلأ في عديد من مراكز البحث الاجتماعي بألمانيا وبإيطاليا وبفرنسا عم تحكي عن تشكل دين عابر، دين الشتات عابر للقارات، عم يتبنى ولاءات مناقضة للولاء الوطني، وبالتالي هذا بيؤدي انه اليمين متطرف بده يتعامل معهم على انه جسم غريب. اللي قام اللي كتب الفتوى ما بيعرف كيف تصاغ الاخلاق وعلى اني اسس تصاغ الاخلاق في العالم الغربي. يعني من سنه 63 او 63
جمعية علم الاجتماع العالمية جورج فريدمان قال عم ينبه زملائه علماء الاجتماع انه تروا ودققوا ومحصوا لانه اصبحنا مسؤولين عن صياغة اخلاق المجتمع الغربي. ما حدا من جماعتنا بيعرف كيف تصاغ الأخلاق. من النقطة اللي ذكرتها حول انغلاق السوريين على أنفسهم، يعني ممكن هذه الزواج شو هدفه؟ هدفه هو التواصل والاندماج. قد ممكن هي الفتوى يعني تغلق السوريين على أنفسهم بمجتمعات خاصة بالدول الأوروبية؟ فيما لو إجا بشكل طبيعي، إنه بشكل طبيعي بسبب اللغة، بسبب وجود الهواجس الثقافية، التزم ابن الجالية المسلمة السوري العراقي بأنه تزوج من قريب له ثقافيا، هذا ما بسك المشكلة. ليش؟ لأنه أوردي هو ما نأخذ قرار أنه ينعزل عن المجتمع. أما وقت اللي بياخد قرار أنه ما فيني أخذ ألمانية وأنا مضطر أخذ سورية مشان حافظ على خصوصيتي، هو عم يخلق جيتو، عم ينعزل، الآخر بده يخاف منه، بده يصير يفتش هذا ليش عم يسوي هيك؟ طيب إذا كرهنا ليش جاهل عنا؟ ممكن أنه يسبب له عرائل أصلا بحياته الاجتماعية بالمستقبل، سيما إذا صار هذه التكتلات كبيرة وأخذت قرار أنه تمارس دور سياسي. طبعا رح يرد عليها اليمين المتطرف انه انتم عم تكسروا الروابط الاجتماعيه السائده. بدي ارجع لك دكتور، وبالتالي ما بيساعد على انه جاليتنا تندمج. كملين معك استاذ صفوان. بدي ارجع لموضوع صياغه الفتوى. البعض يرى انه الاسلام السوري اليوم عم يتجه نحو السلفيه بسبب الاوضاع وتاثير بعض التيارات المتشدده، شو رايك بهذا الموضوع؟ دكتور محمد عم تسمعنا؟ ايوه انا عم بسمعك، شكرا كثير. انا حقيقه عم بسمع بشكل متقطع، وانا حابب يعني دخلت مباشره على الحوار وحابب اعرف مين معنا بالاستوديو، لان سمعت صوت اظن الشيخ عبد الرحمن الحوت والاساتذه الكرام. معنا الاستاذ الباحث الاجتماعي صفوان موشلي. اهلا استاذ صفوان، يا مرحبا، معروف الله يبارك. وعبد الرحمن الحوت من المانيا. سمعت السؤال دكتور محمد؟ طبعا. يعني انت الحقيقه يعني فكره انه العوده الى الخيار السلفي، لك يا ريت هذه الفتوى جاءت على منطق السلف، لانه منطق السلف هو التمسك بظاهر النص، والنص عم يقول لك، النص عم يقول لك ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والطابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، والنص عم يقول لك والذين والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم، والنص عم يقول لك ان الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج امراه نصرانيه وتزوج امراه يهوديه. طبعا يعني نحن بس مشان ما يصير التباس بنقصد التيار السلفي. يعني هلا اذا كان يا ريت هذا يا ريت الفتوى تاخذ بالمنطق السلفي اللي كان فيه عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واللي نص عليه القران. الفتوى تقفز يعني تقفز حتى عن عصر السلف وتعود يعني بما يمكن ان اسميه الى عصر الجاهليه، لان عصر السلف وعصر النبوه هو عصر انفتاح وعصر تسامح، والرسول عندما ضم اليه زوجته صفيه بنت حيي كانوا يسموها اليهوديه وكانوا يخافوا منها على اساس انه هي من دين اخر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم آواها في بيته وسماها أم المؤمنين وألقى عليها عباءته قبل أن تدخل في الإسلام. ماريا القبطية قدمت إليك مسيحية، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ لها دارا في العوالي وحملت له وأنجب منها، وهي كانت يعني على ملة السيد المسيح وبعدين دخلت. دكتور نحن إذن بس يعني بدي ارجع اكد على السؤال، يمكن وصلت المعلومه غلط او شيء، بنقصد التيار السلفي بمعنى السياسي يعني مش السلف الصالحين والعسكري. يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى اقول ان يعني اتجاه الفتوى اللي يعني ذهبت اليه هو اختيار
يعني إذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه الفتوى تريد بكم العسر ولا تريد بكم اليسر، وتريد أن تخلق مزيد من المشاكل مع المجتمعات التي يقيم فيها أهلنا اللاجئون. أهلنا يقيمون الآن في مجتمعات أوروبية، يجب أن يظهر منهم خلق الإسلام وسماحة الإسلام وتعامل الإسلام في مواجهة مجتمعات احتضنتهم وكرمتهم وأعطتهم حقوقهم، الحقوق التي لم يفكر أي بلد إسلامي في إعطائهم هذه الحقوق. بعد ذلك نحن اللي بيطلع عنا من خلال مشايخنا أنه احذروهم هذول الكفار، ولا تقتربوا منهم ولا تقتربوا من نسائهم ولا حتى تأخذوا بالحكم الشرعي المنصوص عليه بصريح القرآن الكريم فيما يتصل بالاندماج والتواصل مع هذه المجتمعات. لذلك مؤسف أنه يعني هذا الاتجاه في التفكير وهذا الاتجاه في إصدار الفتاوى هو يعني مزيد من تكريس عزلة المجتمعات الإسلامية، عزلة العالم الإسلامي، والابتعاد عن صريح القرآن الكريم وعن صريح السنة النبوية. نعم. أنتقل للأستاذ عبد الرحمن الحوت. ذكرت قبل قليل حكمكم في المنتدى الإسلامي بألمانيا على زواج الشاب السوري من فتاة كتابية بجواز هذا الزواج. ألا تخشون على تربية الأولاد تربية غير إسلامية؟ يعني بكل تأكيد تربية الأولاد ليس فقط يتعلق في من هي الزوجة ومن هي الأم، هي أحد العوامل أو أحد التحديات، لكن هي تحديات كثيرة. زوجين أن يكون زوجين رؤية مشتركة في تربية الأولاد من البداية، هذا بكل تأكيد سيكون له انعكاس كبير على تربية الأبناء. لو أردنا أن نفتح باب التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة في الغرب عموما، تحديات كثيرة، من ضمن هذه التحديات تربية الأولاد. كان أولى من أن نصدر بيان أو فتوى بالمنع أو كذا، أن نبحث عن حلول للمحافظة على هؤلاء الأبناء، كيف يحافظون على هويتهم، يحافظون على دينهم، كيف تكون هذه الأسرة منسجمة بشكل أكبر. ممكن أنا أشير إلى نقطة أخرى أيضا، يعني الآن تم الحديث عنها، هي موضوع الأسس التي يختار عليها الشاب. ربما من يسمع هذه الفتوى يظن أن الآن الشباب هنا في ألمانيا يتزوجون البنات الألمانيات، وهذا شيء منتشر ويعني يزداد، وبالتالي يجب أن نقف في طريقه حتى لا يزداد أكثر. لو أردنا أن نفتش فعلا وأن نجري استبيانات وبحث حول هذا الموضوع سنرى نتائج جدا قليلة، لأن موضوع الزواج كما أشار الأستاذ صفوان هو أمر في عوامل كثيرة في عملية تطابق ثقافي ولغوي واجتماعي وبيئي وفكري، لا ليس الأمر بهذه البساطة. الفتاة الألمانية أيضا ليس الأمر عندها بسيط أن ترتبط بشاب مختلف عن لغتها وثقافتها وأيضا دينها، فإذا يجب تصور الأمر بشكل كامل، تصور الأمر من كل أبعاده حتى يعني ينتج لنا حكم مقارب أو يعني قريب الواقع نوعا ما. شيخ عبد الرحمن، يعني لم يكن هناك نية أو كان في نية بالتواصل مع أحد من المجلس الإسلامي لذكر بعض المبررات اللي يمكن عم يتساءل فيها الناس واللي كانوا أساسا مع الفتوى، واللي صاروا يقولوا أنه أكيد المجلس الإسلامي السوري له مبرراته لحتى يطلع بهيك فتوى. والله بكل تأكيد نحن يعني منفتحين وعن استعداد بشكل كامل للتواصل مع الجميع والإخوة المجلس الإسلامي، هم سادة وفضلاء وعلماء، ونحن لا ننكر ذلك، ونحمل هذه الفتوى محمل حسن على أن هذا من باب الحرص على الشباب، الحرص على مستقبلهم، نحملها من هذا المحمل، نحملها على حرص الأب على ولده، كيف يحرص الأب على أن يكون ولده مستقر في حياته. ونتصور أن بعض هؤلاء الذين وقعوا على الفتوى لديهم أبناء هنا في الغرب، فلذلك هذا من طرف. كنا نتمنى قبل أن تصدر هذه الفتوى عن المجلس أن يتواصل المجلس مع مجالس فقهية ومجالس علمية ومؤسسات إسلامية في الغرب حتى تكون هذه الفتوى لا تصدر عن جهة واحدة، وإنما تكتمل الرؤية من جميع الجهات. ولا بما معناه أنه تفتح خلينا نشوف نتائج سؤال حلقة اليوم. هل تؤيد فتوى المجلس الإسلامي السوري بمنع زواج اللاجئ السوري المسلم من فتاة كتابية كانت مسيحية أو يهودية؟ النتيجة كانت لا 62% ونعم 38%.
شو رأيك؟ سؤالنا لك أستاذ صفوان بعيدا موضوع النتيجة، يعني دائما عم يذكر إن كان بهذه الفتوى أو غيرها بموضوع الخوف من فقد الهوية السورية، معقول هذا التزاوج أو الاندماج بالمجتمعات أنه يفقد الأبناء الهوية السورية أو الثقافة حتى بتربية الأبناء إن كانت دينية أو حتى اجتماعية؟ إذا كنا بدنا نستعيدهم مرة أخرى لجاليتنا يرجعوا على وطنهم، إيه في خوف، في خوف مو ديني، في خوف اجتماعي، لأنه رح يكونوا أولاد ثقافة جديدة ما فينا نأمن لهم اللي لازم اللي اعتادوا عليه ببيئنا، وعلى الأغلب الجيل الثالث الجيل الرابع ما عاد تعرفيه إنه له أصول غير أصول المنطقة اللي سكن فيها أجداده، ولكن هيك هي سنة الدنيا، هي سنة الحياة التلاقع. أما من حيث الدين فهو رح يضل دينه له علاقة ب غالبا ما بيصير في عليه أي تغيير، والخوف على الدين خوف وهمي. بالعكس اليمين المتطرف خيفان على حاله من أولادنا أنه يشكلوا دين عابر للقارات يكون له انتماء مخالف للانتماء الوطني، يعني مثل مو خليني أقول ما بدي سميهم المتطرفين وإنما المتخوفين، عنا خيفانين على أولادنا، هن كمان خيفانين مننا. فإذا أفضل شيء هو أنه يكون في حوار انفتاح، وهذه الفتوى ما بتساعد على أنه ندخل بحوار، حوار على مستوى عالي بين صانعي سياسات الاندماج ومعارضي سياسات الاندماج. هذا الحوار ضروري مشان ما تعاني جاليتنا وما تعاني المجتمعات المضيفة طبعا. تعليق أخير أستاذ عبد الرحمن على النسبة اللي إجت 62% لا و 38% نعم على سؤال حلقة اليوم، هل تؤيد فتوى المجلس الإسلامي السوري بمنع زواج اللاجئ السوري المسلم من فتاة كتابية؟ طبعا أنا قبل ما أعلق أضيف شيء بسيط على الكلمة الأخيرة، لأن الخوف هو حول الثقافة والدين يعني بجانبين، إذا تكلمنا عن الأولى الخوف عن تبدل ثقافي أو انطماس ثقافي وحلول ثقافي أخرى، أنا شخصيا لو حتى بقيت في سوريا فأنا نفسي مختلف عن الثقافة التي تلقاها أبي أو عاش جدي، أنا أعتبر جيل ثاني عن جدي أو ثالث عن والد جدي، فأنا مختلف عنه حتى لو بقيت في نفس البيئة أو المجتمع الأصلي. أنا في سوريا بعد 100 سنة بكل تأكيد ينتج جيل جديد وثقافة جديدة داخل ذات المجتمع، فشيء طبيعي أن يكون هذا الاختلاف أو أن تسري ثقافة جديدة لدى جيل جديد ينشأ على أعراق وقيم وتعاليم مختلفة، هذا طبيعي جدا. الخوف على الدين الآن هذا سؤال صعب، نحن نعيش هنا في ألمانيا، صحيح. هو سؤال سياسي يعني فتح أبواب كثيرة في مؤخرا، هل الإسلام ينتمي لألمانيا أو لا ينتمي الإسلام لألمانيا؟ الآن مثل هذه الفتاوى هي يعني تؤكد أن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا، نحن الآن هنا نكافح وندعو إلى أن الإسلام هو جزء من هذا المجتمع، أن المسلمين هم جزء من هذا المجتمع وأنهم يقدمون لهذا المجتمع ويعيشون فيه ولهم مستقبل. تأتينا مثل هذه الفتاوى وكأنها يعني تقف مع من يريد أن يطمس هويتنا وأن يطمس وجودنا في هذا المجتمع. نسبة التعليقات 68% تقول لا، أنا أتصور هذا إذا دل على شيء يدل، هذا يدل على وعي عند شبابنا بشكل عام، وهذا الوعي بكل تأكيد سيثمر. لذلك أنا يعني أختم برسالة لمن يسمع من طبعا الموضوع شيخ يطول اكيد، وكنا بنتمنى انه نقرا كل التعليقات اللي اجت على الصفحه ان كان بالفيديو اللي انذكر امبارح او نزل امبارح على صفحتنا على الفيسبوك، كان في تعليقات كثير كبيره، واليوم كان بالسؤال كان في اشكاليه كثير كبيره، ولكل حدا طبعا رايه ومبرره حتى ان كان موافق او حتى غير موافق على موضوع الفتوى. بدي اشكر الشيخ عبد الرحمن الحوت مؤسس المنتدى الاسلامي في المانيا، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمه. وأيضا كان معنا عبر الهاتف دكتور محمد حبش مدير مركز الدراسات الإسلامية، شكرا لك دكتور، يمكن فصل الخط، والباحث الاجتماعي صفوان مشيري، شكرا لك. كملي معكم مشاهدينا فقرات برنامجنا، فاصل ورجعين.